وحول زيارة الأربعينية والخدمات المقدمة من الحكومة في بغداد للزوار والتي لم تلقى رضا الإيرانيين، ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا، حياكم الله دكتور. بحسب برلمان إيراني فإن الزوار غير راضين عن الخدمات التي تقدمها الحكومة العراقية أثناء الزيارة، ونريد أن نعرف رأيك في هذه النغمة التي يعزف عليها الإيرانيون في كل موسم. في البداية شكرا جزيلا عزيزي أستاذ يونس على الاستضافة الكريمة، تحياتي لكم ولجمهور المشاهدين الكرام. الحقيقة هذا شكل من أشكال التدخل السافر في الشأن العراقي، وهذا يذكرنا الحقيقة كما كانت إيران بعد ما سميت بالثورة الإسلامية، بعد مجيء الخميني إلى السلطة في ثمانينات القرن الماضي، تدخلهم حتى في مواسم الحج، وكانوا يرفعون شعارات سياسية ويعني الحقيقة ذات عنف وذات مغزى تخريبي في تلك المواسم، إلى أن تم السيطرة عليها من قبل القوات الأمنية السعودية واتفاقات بين السعودية وإيران. هذا وضع الحقيقة يلام عليه الذين يتحكمون الآن بمقاليد السلطة في العراق. لو كان هناك كرامة عند هؤلاء من الميليشيات و الحكومة لما رضوا بهذا الذل الذي يعانون منه، هاي نقطة مهمة جوهرية، وأيضا يتحملها الاحتلال الأمريكي البريطاني الغاشم، لأنه هو اللي الحقيقة أوصل العراق إلى هذا الوضع من انتهاك السيادة وسلطة القرار السياسي واستقلاليته في العراق، وانتهاك حتى الحدود. الآن الدخول بآلاف، لم يكن بعشرات الآلاف ومئات الآلاف، بدون لا تأشيرة دخول ولا ضرائب ولا فائدة. لذلك هم من استباح الأرض العراقية، ووصل العراق إلى هذا المستوى من سوء الخدمات. ليس لهم، بل حتى الشعب العراقي ما يعاني الآن، الفرد العراقي الحقيقة يندى له جبين البشرية من أنه البلد ثري غني، لكنه شعبه يعيش حالة من الفقر المدقع الآن. هذه أيضا نقطة مهمة. النقطة الأخرى والجوهرية أستاذ يونس، نعم، الحدود التي يعبر منها هؤلاء، يعني الوسط والجنوب، هي أغلب سكانها شيعة، وأغلب محافظيها وأغلب الحكومات المحلية هي من الشيعة، وأيضا مسيطرين عليها ميليشيات. نعم. لذلك المعيب أن يتحدثون بهذه اللهجة ويدينون العراق وشعب العراق ويشنون هذه الهجمة، وعملائهم هم من يتحكم بسلطة القرار والإدارة. يعني نعم. الشيعة في الوسط والجنوب هم أيضا يدفعون ثمن كشعب، يعني الفقر. نعم. الفقر في الوسط والجنوب أستاذ يونس. لكن دكتور، يعني إذا كانت كل هذه الخدمات تقدم من طعام ودواء ونقل، ماذا يريد الإيرانيون الزوار القادمون أكثر من ذلك من خدمات؟ أم المسألة لا تتعلق بخدمات كما يعتقد البعض، إنما ربما بمطالب أخرى؟ لا، هو بالتأكيد، يعني أنا فاتني أقول بالبداية أنه هذا ليست قضية متعلقة لا بالخدمات ولا بدخول وتسهيل الدخول وغيرها. هذه قضية سياسية بحتة وقضية أمنية. الحقيقة هم أرادوا من خلال هذه، أولاً وعودهم الكاذبة إلى جمهورهم، إلى الزائرين، الحكومة، يعني حكومة الملالي أو نظام الملالي، وعود كثيرة الحقيقة أنه الخدمات سهلة، ويعني يلقون الترحاب والود من العراقيين، وهذا عكس الواقع، لأنه العراقيون أصبحوا الآن يقرفون التواجد المشين لهؤلاء، خصوصا أنه يعني ثبتوا، أنا بمعلومات دقيقة موثوقة، من أنه حتى العوائل من الزائرين الذين يدخلون إلى العراق يحملون كيلوات من الحشيش والمخدرات. يعني هذه العملية لم تعد عملية زيارة، لم تعد احترام للمقدسات ولتقاليد وشعائر المذهب، بقدر ما أنه قضية صارت أصبحت تجارية، وقضية انتهاك للوضع الأمني العراقي. وطبعا ناهيك عن كون أنه هؤلاء لما يدخلون أيضا باندساس، يعني الحرس الثوري وإطلاعات والأجهزة المخابرات مندسة بين هذه العوائل،
لذلك الآن موجود ومعروف عند العراقيين في الكاظمية المقدسة، في النجف، في كربلاء، في سامراء. الزوار لا يمثلون زيارة حقيقية احتراما لمشاعر مقدسات الشيعة، لكنه القضية قضية أصبحت الآن بعد سياسي أمني لفرض هيمنة مطلقة على العراق ولإظهار أمام العالم أنهم يتحكمون. هذا ما ظهر في تصريح لبرلماني إيراني دكتور، لم ترد عليه الحكومة في بغداد على كل الأحوال. قال فيه إن القوات الإيرانية مستعدة لتنظيم زيارة الأربعينية في حال عجز العراق. كيف ترى هذا التصريح ولماذا لا ترد عليه الحكومة؟ الحكومة عاجزة باختصار شديد، وأنا أقول لك لأنه هناك يعني في 2019 كان تصريح أقسى من هذا على العراقيين من قبل قائد المدفعية الإيراني للحرس الثوري الإيراني اسمه محمود جهار باغي. هذا الرجل كان مصرح في 2019 قبل زيارة الأربعين أيضا بنفس المناسبة، قال نحن سوف نزور المحافظة التي ألحقت بمحافظات إيران، أصبح العراق محافظة إيرانية، وهذا انتقام حسب قوله انتقام من رب العالمين لشهداء إيران في الحرب اللي استمرت 8 سنوات، وكان العراق يدافع عن استقلاله وعن وصد يعني التمدد الإيراني وتصدير الثورة الإيرانية، وكان فعلا العراق بوابة شرقية للوطن العربي. لكن للأسف الشديد الآن استبيحت الأرض العراقية، الآن سقطت السيادة، وأيضا أرجع وأقول بمؤامرة كبرى، بمؤامرة إقليمية دولية. لذلك التصريحات الآن اللي تقال هي لا شيء أمام المخطط الجهنمي الذي يعني يتبعه النظام الملالي في إيران. والآن موجود هذا الشعور عند العراقيين، أكو شعور وطني حقيقي الآن. وأنا أقول لك وأنا واثق من كلامي، انتظر بعد الزيارة، تنتهي الزيارة يوم 17 في هذا الشهر يعني الأسبوع القادم، سوف تتفجر يعني مشاعر العراقيين بالضد من التواجد الإيراني والتواجد الغربي، التواجد الأمريكي، لأنه البلد استبيح على مدى 20 عام من الظلم ومن الانتهاكات ومن سرقة الثروات ومن المساس بكرامة العراقيين. نحن كنا صغارا كانوا يتوددون الزائرون الإيرانيين، أنا ابن منطقة دينية، ابن الكاظمية، لما كانوا يأتون إلى الكاظمية ويذهبون إلى المناطق الأخرى هم يتوسلون الود والمحبة ولا يسألون عن الرضا، الآن يطلبون الرضا. نحن لا نرضى أو نرضى عليهم، نحن نستقبل بكرم إسلامي عربي كل الزوار، لكن يجب أن يكون هناك تكافؤ في المعادلة، تكافؤ في الود والمساواة في المشاعر والعدالة في النظرة. النظرة يجب أن تكون نظرة إنسانية، أما هم هذه نظرة التعالي وهم أسياد ونحن لا سمح الله أن نكون عبيد. هذا هو المرفوض، رفض قاطع الآن، خصوصا الزائرين دكتور. لدرجة أن مدير الإسعاف بمحافظة إيلام الإيرانية قال إن الخدمات التي يقدمها العراق للزوار الأربعينية هي مجرد دعايات فقط. بالتأكيد هذه القضية أصبحت الآن واضحة جدا، لأنه لو هم ينظرون إلى الوضع العراقي، ما هو نتيجة يعني استغلال الوضع، غياب دولة، غياب مؤسسات دولة، استغلت إيران ضعف هذه الدولة، يعني ركوع وانبطاح هذه السلطة التي جاء بها الغرب، الأمريكان، وهم جاءوا بها بال2003 بعد الغزو، أصبحت الآن لا تمثل سلطة، فعلا سلطة محايدة ودولة عراقية. لذلك أنا أقول حتى الخدمات وسوء الخدمات يجب أن يلام عليها أتباعهم، ذيولهم، عملائهم، ليس الشعب العراقي من يتحمل مسؤولية، بل بالعكس الشعب العراقي الآن يعيش 40% تحت خط الفقر. لذلك كان عليهم الأجدر بهم أن يشخصون العلة، أين هي العلة، وأن يزيحون هؤلاء الفاشلين من السلطة بعد ما جربوا حكومات تلو الحكومات، 5 دورات انتخابية و5 حكومات، لكنه لا جدوى من أنه بالفعل هذا الاستغلال الفظيع الآن اللي يتعرض إلى العراق الحقيقة يتحمل مسؤوليته أيضا المجتمع الدولي، الأمم المتحدة وأمريكا. لذلك الشعب العراقي أدرك هذه الحقيقة، لذلك سوف يثور الشعب العراقي على كل مكان من الظلم اللي موجودة، إذا كان تأتي من إيران، وإذا كان تأتي من الغرب، إذا من أمريكا، وإذا كان حتى في داخل العراق من العملاء والذيول الذين الحقيقة يعني لا يتوانون عن إذلال الشعب العراقي وظلمه. هذه هي المعادلة الحقيقة الصعبة اللي نمر بها. أشكرك جزيلا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، شكرا لك.